الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 8.6% على أساس شهري في شهر كانون الأول الماضي، وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط في العراق أن مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الأول خفضت بنسبة 8.6% لتصل إلى 7.606 مليار دولار على أساس شهري، مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيه الإيرادات 8.321 مليار دولار، وانخفضت مجموعة الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 7.41% لتصل إلى 7.418 مليار دولار، مقارنة بشهر تشرين الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 8.012 مليار دولار. أكدت وكالة رويترز قلق المختصين بشأن تدهور أسعار النفط العالمية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد العالمي بعد تسجيل الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا في قيمة برميل النفط عقب الخروج من أزمة وباء كورونا. وبيّنت الوكالة أن ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد من وباء كورونا في الصين وتوجه بعض البلدان إلى إعادة فرض القيود على الحياة العامة دفعت بأسعار النفط للانخفاض مطلع العام الجديد بنحو 3 دولارات للبرميل، الأمر الذي يمثل نسبة مستمرة. وأشارت إلى أن العراق أحد أكثر الدول التي تأثرت سلباً بأي انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط بعد أن شهد ارتفاعاً في الاحتياطي المالي تجاوز 100 مليار دولار. أعلنت سلطات كردستان العراق تنفيذ 80 مشروعاً في عام 2022 في محافظة أربيل بكلفة تجاوزت 29 مليار دينار. وقالت الدائرة الإعلامية في حكومة كردستان إن مجموع المشاريع المنفذة في محافظة أربيل بلغت 80 مشروعاً، وذلك وفق ميزانية تنموية للمحافظات وإيرادات بلدية أربيل، مضيفة أن ميزانية هذه المشاريع التي تم تمويلها وتنفيذ بعضها بلغت 29 مليار دينار خلال عام 2022. قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دورماز إن بلاده تنفذ استثمارات البنية التحتية للطاقة على أراضيها بما يلبي احتياجاتها الخاصة واحتياجات دول المنطقة أيضا. وأضاف فاتح دورماز أن بلغاريا شهدت توقيع اتفاقية مهمة في مجال الغاز الطبيعي، حيث باتت البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا قابلة للاستخدام من قبل دول المنطقة. أكدت تقارير صحفية أن أسعار العقود الأجلة للحبوب قد وصلت إلى مستويات تاريخية منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، وحيث ارتفعت العقود الأجلة للقمح إلى مستوى قياسي بلغ 12 دولاراً و94 سنتاً للبوشل في شهر آذار الماضي، متجاوزاً أعلى مستوى سابق سجله عام 2008. كما سجلت العقود الآجلة لفول الصويا ارتفاعاً قياسياً هي الأخرى، حيث ارتفعت إلى 17 دولاراً و69 سنتاً للبوشل في شهر حزيران الماضي. وأيضاً ارتفعت العقود الآجلة للذرة إلى 8 دولارات و14 سنتاً للبوشل في شهر نيسان، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.